هجوم صاروخي جديد جاء وطال إحدى القواعد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وهذا الأمر هو تم فعلا يوم أمس. وهذا الهجوم الذي نتحدث عنه هو جاء في الأراضي السورية وتحديدا على قاعدة الشدادي الموجودة في مدينة الشدادي في الداخل السوري. المنطقة باللون الأصفر كما تلاحظونها هي ملونة بهذا الشكل بسبب أنها منطقة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وأيضا هنالك تواجد لعدد من القواعد التي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي. وكالة الأنباء السورية الرسمية تحدثت بأن هذه القاعدة، قاعدة الشدادي الموجودة هنا، تعرضت إلى هجوم بعدد من القذائف الصاروخية. واحدة من هذه القذائف الصاروخية هي سقطت على مديرية حقول الجبسة، وفي هذه المديرية بحسب وكالة الأنباء السورية أكدت بأن القوات الأمريكية هناك تقوم بصناعة الطائرات المسيرة من أجل تسليمها إلى قوات سوريا الديمقراطية لتستخدمها في عملياتها العسكرية. الصاروخ الآخر سقط على إحدى المنازل الموجودة في مساكن الجبسة تحديدا في هذه المنطقة، وبالتالي هذا الهجوم لم يبدر ولم يظهر منه أي شيء، لم يكن هنالك أي قتلى أو أي جرحى بحسب جميع التقارير التي تحدثت عن هذا الهجوم. ولكن كان هنالك استنفارا من قاعدة الشدادية الأمريكية، كان هنالك تحليقا أمريكيا، كانت هنالك أصواتا لسيارات الإسعاف في تلك المنطقة التي نتحدث عنها. المثير في هذا الهجوم بأن هنالك عددا من القنوات غير الرسمية الموالية للفصائل المسلحة الموالية لإيران العراقية تحديدا تحدثت عن نقطة انطلاق هذه الصواريخ، وتحدثوا بأن نقطة انطلاق الصواريخ هي كانت من الحدود العراقية السورية. لم يوضحوا إذا ما كانت في الداخل العراقي أو في الداخل السوري بأي شكل من الأشكال، ولكنها قادمة من الحدود، والمسافة من الحدود العراقية السورية إذا ما أخذنا هذا الاتجاه مباشرة إلى الشدادي وإلى قاعدة الشدادي التي تتواجد فيها القوات الأمريكية بشكل رسمي وبشكل واضح، فإن المسافة عبارة عن 48 كيلومترا فقط. وهذا يوضح بأن صواريخ الإجراد قد تكون هي التي استخدمت في هذه النقطة، وخاصة أن الفصائل العراقية بقنواتها هذه عندما تتحدث بسرعة وبعواجل سريعة جدا عن هذا الاستهداف، ويثبت من وكالة الأنباء السورية عن هذه الأحداثيات، قد يعني بأن الهجوم جاء من داخل الأراضي العراقية. دعونا نتوجه إلى القمر الصناعي لكي نرى هذه المنطقة بشكل أوضح، ولكي نفهم أين سقطت هذه الصواريخ، وقد تعطينا دلالة عن طبيعة منطقة انطلاق الصواريخ. الآن بالهبوط مباشرة إلى سوريا، إلى الشدادي. هذه هي الشدادي، وهنا في الجنوب كما تلاحظون هي القاعدة الشدادي التي تتواجد فيها القوات الأمريكية، واضح المروحيات الأمريكية. وكذلك في هذه المنطقة التي سنقترب منها الآن هي منطقة سقوط القذائف الصاروخية التي جاءت على محيط هذه القاعدة. بالتوقف هنا طبعا كما تلاحظون إذا ما أخذنا هذه المساكن، فإن مساكن الجبسة تأتي بهذا الاتجاه طبعا، وكذلك مديرية حقول الجبسة التي نتحدث عنها، التي قالوا بأنه يتم فيها تصنيع الطائرات المسيرة من قبل القوات الأمريكية، هي تأتي بهذه المنطقة، وبالتالي صاروخ هنا وصاروخ هنا، وبالتالي الاتجاه على ما يبدو مقنعا نوعا ما بأنه قد يكون فعلا جاء من الشرق إذا ما ابتعدنا بالقمر الصناعي قليلا بهذا الاتجاه. ففعلا بأننا قد نكون أمام بأن هذه المنطقة هي التي جاءت منها الرشقات الصاروخية، وبالابتعاد بهذا الاتجاه كما تلاحظون ووصولنا إلى هذه المنطقة من بعيد، وبالتالي هذه توضح بأن من الحدود عندما نتحدث عنها فالصواريخ قد تكون فعلا جاءت بهذا الشكل، ممكن أن تأتي من الشمال، ممكن أن تأتي من الجنوب وغيرها، ولكن في ظل المعلومات المطروحة قد نكون نحن أمام تأكيد في ظل هذه النقاط التي أظهرناها فعلا أنها قد جاءت من تلك المنطقة التي نتحدث عنها. المثير بأن هذا الهجوم هو جاء في نفس اليوم الذي جاءت فيه وصدرت فيه تغريدة قادمة من الخارجية الأمريكية، وتحديدا من المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس، الذي دعم بشكل مباشر المتظاهرين الإيرانيين في الداخل الإيراني الذين يتظاهرون بقوة كبيرة جدا ضد النظام الإيراني. نتحدث عن تظاهرات وصلت إلى 10 محافظات من أصل 31 محافظة إيرانية، وهم منتفضين بشكل كبير، حتى بدأوا يستخدمون قنابل المولوتوف على سبيل المثال لهذا الفيديو المتداول الذي تحدث بشكل واضح بأن هذا هجوم على إحدى مقرات الحرس الثوري الإيراني بهذا الشكل. مقرات للباسيج تعرضت إلى مشاكل وإلى ضربات.
لقطات تظاهرات كبيرة. هذه واحد من آخر اللقطات والفيديوهات القادمة من الداخل الإيراني بهذا الشكل، منددين بالنظام الإيراني، منددين بالوضع الداخلي الصعب. وهذا كله يأتي بسبب أن النظام الإيراني طبعا وإيران رفعت أسعار المواد الأساسية الموجودة في الداخل الإيراني. نتحدث عن البيض، الألبان، الزيوت، رفعت أسعارها في ظل الظروف القاسية التي يعيشها الإيرانيون في الداخل بسبب الضغوط الغربية والأمريكية وغيرها، أدت بهذه التظاهرات أن تنفجر بهذا الشكل الذي ترونه. وكذلك ضعف وعدم المقدرة من الوصول إلى أو الحصول على وظائف في الداخل الإيراني، صعوبة كبيرة جدا، وبالتالي شهدنا هذه التظاهرات الكبيرة التي انفجرت بهذا الشكل. وعلى هذا الأساس الحكومة الإيرانية وتحديدا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وكما وثقت البلومبرغ الأمريكية، هو قام بدعم العوائل التي هي في حاجة، في عوز كبير للمال، ودعم كل عائلة ب$14 من أجل أن يغطوا هذه المواد الأساسية. قد تبدو قليلة لنا، ولكن بالنسبة للداخل الإيراني هي ستغطي بعض المشاكل لهذه العوائل المحتاجة. وهذا قد يوضح أيضا بأن ليس هنالك أي عملية تخفيض أو تراجع عن هذا القرار الذي جاءوا به، مما يوضح أن هنالك ضغطا كبيرا جدا يأتي على الداخل الإيراني الآن كما نتحدث. وعلى هذا الأساس الوضع الإيراني يبدو صعبا للغاية، وتبدو أن نجاح المفاوضات النووية والعودة للاتفاق النووي سيعني حلا لهذه المشكلة التي نتحدث عنها. وهنالك أنباء حول هذه القضية وأنباء مرتبطة بمسألة الحرس الثورية الإيرانية، الشرط الأخير المتبقي لنجاح العودة للاتفاقية النووية. إيران لا تريد فعلا رفع الحرس الثورية الإيراني من قوائم الإرهاب لتنجح العودة للاتفاقية النووية، والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد ذلك. هنالك معلومات جديدة جاءت من بوليتيكو الأمريكية حول ما فعله أنريكي مورا المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية الإيرانية في زيارته الأسبوع الماضي إلى إيران. التفاصيل التي نشرتها بوليتيكو حول هذه القضية تحدثت بأن أنريكي مورا ذهب وقال لإيران بشكل مباشر: عودوا إلى المفاوضات أو إلى الاتفاقية الآن النووية، اتفقنا على الكثير من الأمور، بقيت فقط مسألة الحرس الثوري الإيراني، توافقوا على الشروط المطروحة الآن، عودوا إلى هذه الاتفاقية النووية، وأول أمر بمجرد ما نعود إلى الاتفاقية النووية سنناقشه بعد ذلك، وأولى الأمور التي ستتحصلون على ضمانات عليها من مناقشة الولايات المتحدة الأمريكية لها هي مسألة الحرس الثوري الإيراني، وإعطاء ضمانات بأنهم سيفعلون شيئا تجاه مسألة الحرس الثوري الإيراني بعد نجاح الاتفاقية النووية. هذا الأمر بحسب ما وثقته بوليتيكو الأمريكية رفضته إيران تماما. ولكن سعيد خطيب زاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال أيضا في نفس الوقت بأن هنالك مبادرات ومقترحات خاصة أعطتها إيران إلى أنريكي مورا، وأنريكي مورا سيذهب بدوره إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل حلحلة هذا الموضوع والوصول إلى طريق في قضية المفاوضات النووية. وبالتالي واضح جدا بأننا أمام حلحلة واضحة جدا، وقد تبدو إيران من خلال هذا الموضوع ومن خلال التظاهرات والتفاصيل الأخرى وال$14 التي رفعت للعوائل ذوي الاحتياجات المهمة جدا والمحتاجين بشكل كبير لهذا المال الذي نتحدث عنه، قد تبدو إيران ضعيفة. وقد تبدو الآن الكرة أصبحت في ملعب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومن السهل عليه الاختيار في ظل كل هذه الضغوط. ولكن إيران في نفس الوقت هي بدأت تتحدث عن عزل الاقتصاد الإيراني عن الدولار الأمريكي، وهذا حديث مهم جدا بدأ يظهر الآن على الإعلام، وذلك من أجل حماية الاقتصاد الإيراني في المستقبل إذا ما قررت الولايات المتحدة الأمريكية من عملية ضرب الاتفاقية النووية أو فرض حصار أو عقوبات أو غيرها من هذه التفاصيل. وكذلك في نفس الوقت والمثير بهذا الأمر أن بني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم كشف معلومات خطيرة جدا عن التقدم النووي الإيراني يجري في إحدى النقاط الموجودة في منشأة مهمة جدا نووية، هي منشأة معروفة للجميع بسبب كثرة الاستهدافات وكذلك تخصيب اليورانيوم العالي، وهي منشأة نطنز النووية التي تأتي في منتصف وفي عمق الأراضي الإيرانية. هذه هي منشأة نطنز النووية التي ترونها. حديث بني جانتس جاء على مناطق جديدة ومواقع جديدة بدأت تتوسع بالقرب من هذه المنشأة المهمة للغاية. نحن نتحدث عن هذا الجبل الكبير الذي تحدثت عنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران بدأت توسع ووسعت هذه المنطقة فعلا وجعلتها ورشة لصناعة وتطوير أجهزة الطرد المركزية في هذه المنطقة، ولم يشير إليها بشكل مباشر، ولكن تحدث عن مواقع جديدة حول نطنز ومتاخمة لنطنز، وهذا هو الموقع الوحيد طبعا الواضح طبعا بحسب الأنباء وما نشر في هذه القضية. وبالتالي هذه المنطقة إذا ما اقتربنا منها
فهنالك أساسا طريقا للدخول إليها كما نلاحظ من منشأة نطنز مباشرة إلى هذه النقطة. واضح جدا أن هنالك بوابات خاصة كما تلاحظون للدخول تحت الجبال، وبالتالي هي منطقة محمية للغاية مقارنة بأي منشأة أخرى نتحدث عنها. بني غانتس المثير بأنه جاء بمعلومات تخالف تماما الكثير من التقارير التي صدرت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ما تحدث عنه بني غانتس بأن الإيرانيين الآن بدأوا يطورون أجهزة طرد مركزية متقدمة من نوع IR-6 الآن في تلك المنطقة، ويعملون جاهدين من أجل تصنيع 1000 جهاز طرد مركزي من أجهزة الطرد المركزية المتقدمة IR-6، وهذا مخالف تماما لما ولتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس الماضي التي تحدثت من خلاله بأن إيران تطور 660 جهاز طرد مركزي في تلك المنطقة. قد يبدو عددا بسيطا الفرق بين 1660، ولكن نتحدث عن IR-6 الذي هو يعتبر 10 أضعاف من ناحية القوة في تخصيب اليورانيوم مقارنة IR-1 الذي من المفترض على إيران أن تستخدمه بحسب طبعا الاتفاقية النووية. كذلك أن بني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي هو تحدث عن معلومة جديدة اليوم نشرت على رويترز وعلى جيروزلم بوست بأن إيران تمكنت من عملية إنتاج اليورانيوم، وهو من تخصيب ومن إنتاج 60% من 60% من تخصيب اليورانيوم. هم يمتلكون الآن يورانيوم وكمية يورانيوم ب60 كيلوغراما من هذه النسبة التي أتحدث عنها، ألا وهي 60%، وهذا يخالف تماما ما تحدثت عنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آخر تقرير لها، ألا وهو أن إيران تمتلك ما يقارب 33.2 كيلوغرام فقط. وبالتالي هنالك فرق كبير بالمعلومات التي يمتلكها بني غانتس، وهنا بني غانتس واضح بأنه يمتلك معلومات قد تكون قادمة من الموساد الإسرائيلي حول هذه التفاصيل، خاصة أن الوكالة الدولية لديها الأسئلة كثيرة مع إيران حول 3 مواقع كانت فيها العديد من جزيئات اليورانيوم لم تصرح إيران بها أبدا. والواضح طبعا من هذا الأمر بأن إيران تتقدم بسرعة كبيرة جدا على المسائل النووية، وقد يعني هذا الكثير ليس فقط بالنسبة لإسرائيل أما وإنما يعني الكثير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. بكل تأكيد هذا الأمر جعل بني غانتس أن يهدد بشكل مبطن بأن إسرائيل قد تتصرف في هذه القضية، وقال الآتي: تكلفة مثل هذه الحرب المستقبلية التي نأمل ألا تحدث يمكن منعها أو تخفيضها بمفاوضات أكثر صرامة من قبل القوة أو القوى العالمية. ولذلك هذه أخبار سيئة جدا بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، لأنه يريد نجاح المفاوضات النووية للتركيز على المسألة الروسية، وما يجري في روسيا وأوكرانيا أيضا فيه كثير من الأخبار السيئة بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن وكذلك حلف الناتو بشكل عام. هنا كما تلاحظون عندما نلقي نظرة سريعة على ما يجري في شرق أوكرانيا في إقليم دونباس، هذه هي الحدود الإدارية لإقليم دونباس التي اعتدنا عليها طبعا، وهذه هي لوغانسك، وهذه هي دانييتسك، وهذه هي سيفرو دانييتسك. الذي يجري الآن والتطورات الجديدة هي تأتي في هذه المنطقة تقريبا، وتأتي كذلك إلى جنوب غربي أو جنوب مدينة إيزيوم المهمة بهذا الاتجاه. دعونا نقترب من هذه المنطقة فقط لنطلع على ما الذي يجري في هذه المنطقة وما هي آخر التطورات والتقدم الروسي المستمر يوما بعد يوم. لديك وفي كل صباح تقدم جديد بالنسبة إلى القوات الروسية. طبعا بكل تأكيد نحن نتحدث عن نقطتين هي جاءت هنا بهذا الاتجاه، وهي بورودينتشي بهذه النقطة تطورت بشكل كبير، هنالك تطور في هذه المنطقة، وكذلك دوفينكي أيضا تأتي بهذا الاتجاه، وأيضا منطقة أخرى تأتي تقريبا بهذه المنطقة وهي تويشكيفكا بهذا الاتجاه أيضا كان فيها تطور. هنا طبعا كما ترون هي منطقة مهمة جدا، سلوفيانسك وكراماتورس كلها هذه تحت سيطرة القوات الأوكرانية، هذه هي باخموت، وهذه سيفرودانييتسك، وهذه هي طبعا لتشانسك بهذا الاتجاه. وبالتالي بالنسبة للقوات الروسية والتطور الجديد الذي جاء بالنسبة إليها بحسب وزارة الدفاع الروسية، تقدموا وسيطروا على هاتين المنطقتين طبعا، وبورودينتشي بهذا الاتجاه سيطروا عليها، وهذا يوضح بأن النقطة القادمة والمحطة القادمة بالنسبة للقوات الروسية هي ستتقدم على سلوفيانسك وستضغط عليها، في ظل أنهم أيضا سيطروا في فترة سابقة على نقطتين بهذا الاتجاه وهي شاندريلوف وكذلك على يامبل التي تحاصر تماما هذه المنطقة ألا وهي منطقة ليمن. وقد يوضح بأننا أمام ضغط عالي جدا في المرحلة القادمة على سلوفيانسك في محاصرة كبيرة جدا، وهذا سيعني ضغطا على كراماتورسك. القوات الروسية طبعا بعد سيطرة
سيطرتها على بوبسانا هي تقدمت إلى منتصف هذا الطريق من أجل الوصول إلى باخموت. لم تصل إلى باخموت، ولكن من الممكن جدا أن نراها تحاصر باخموت فيما بعد وتضغط على كراماتورسك، وبالتالي لاحظ كيف الضغط أصبح عاليا جدا على هذه المنطقة، وانقطع التواصل والوصول والإمدادات اللوجستية إلى القوات الأوكرانية التي تقاتل بشراسة في سيفرودانيتسك في ظل اختراق جديد وسريع بهذه المنطقة. القوات الروسية أيضا، وبالنسبة إلى وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الأوكرانية، كان هنالك تضارب في البيانات. هم تحدثوا القوات الروسية وتحدثت بأنها وصلت تقريبا إلى تويشكيفكا وبأنها دخلت إلى هذه المنطقة، مما يوحي بأنهم سيطروا عليها، ولكن وزارة الدفاع الأوكرانية قالت بأنهم لم يسيطروا على هذه المنطقة حتى هذه اللحظة. ليس واضحا إذا ما سيطروا عليها أو لا، ولكن إذا ما سيطروا عليها فهذا سيعني أن القوات الروسية ستكون على بعد 8 كيلومترات إذا ما قامت ببناء جسر عائم على نهر سيفريسكي دونتس بهذا الاتجاه ويصل إلى هذه المنطقة، وهي بريفيسكي بهذا الاتجاه، والتي ستعتبر طبعا ضغطا كبيرا على سيفرودانيتسك بهذا الاتجاه. وهذا يعني أيضا بأن بيلوريفكا بهذا الاتجاه التي لم تتمكن القوات الروسية من السيطرة عليها حتى هذه اللحظة قد يفتح لها الباب لمحاصرة ليجانسك، وقد تكون محاصرة ليجانسك قادمة من هذه الجهة أيضا. وبالتالي هنا طبعا كما نعلم هذه المنطقة أيضا القوات الروسية سيطرت عليها وبدأت تضغط من الغرب، وهذه كلها أخبار سيئة للرئيس الأمريكي جو بايدن. فشل المفاوضات النووية، تقدم إيران نوويا بهذا الشكل، وكذلك مؤشرات انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه المنطقة، منطقة دونباس، قد يعني خطرا هائلا جدا على وضع الرئيس الأمريكي وسياساته الخارجية في الأسابيع القادمة.